سننتقل نرتقي بأمطار خلال هذه الليلة وأيضا خلال هذه الظاهرة وهذه الليلة على المناطق تاع الهضاب العليا الشرقية الوسطى وأيضا الغربية حتى على أقصى الجنوب. يبقى النشاط الرعدي على أقصى الجنوب واللي الكميات تقدر تكون معتبرة كذلك خلال 24 ساعة اللي جاية على منطقة برج باجي مختار عين قزام وعلى الشمال كذلك. والأيام اللي هي جاية نرتقي بارتفاع طفيف في درجة الحرارة على المدن الشمالية خاصة الساحلية بسبب البتال العاصمة ابتداء من يوم الثلاثاء الاربعاء نرتقب حتى 34 الى 35 درجه مئويه فيما يخص درجه الحراره. وايضا بدايه سبتمبر هنا تبدا النشاط الرعدي الموسمي تاع الخريف يفصل ما بين فصل الصيف وفصل الخريف. هذه هي طبيعيين هذه هي الطبيعه. برك نحذر الناس خاصة في الجنوب وأيضا حتى في الشمال كي تكون الأمطار وتكون الودان حاملة ما يغامروش بالسيارة تاعهم ما يغامروش لأن بزاف الحوادث صاروا مع هذه يقاوموا الطبيعة ويقاوموا الودان وين توقع فيها حوادث وتوقع فيها أموات وخسائر مادية وأيضا بشرية.